خوتي خواتاتي، اليوم غادي نتكلم على القضيه القنوات اللي دخلت معنا متاخره او لا في هذه القضيه ديال تشتيت هذه الاسره ديال محمد وراضيه او تشريد ديال الاسره ديال محمد وراضيه دخلوا معنا في هذه القضيه هذه. ولكن كاين بعض القنوات اللي قال لك علاش يدخلوا هذه القنوات معنا حتى الاخر ما عارفين والو. لي من ناحيه ديال المنتقدين الاذكياء، الناس اللي عندها خبره في هذه القضيه هذه، ماشي المنتقد الحقيقي ماشي ضروري يكون من الاقدميه ديال المشكل ديال صناع المحتوى. مثلا انا ملي غنبغي ندخل شي ملف غنهضر عليه وغنعطي الراي ديالي فيه وغادي ننتقدو وغادي نرجع للارشيف ديالو، طبعه الحال غنرجع للارشيف ديالو وغادي نسول اصحاب القنوات القدماء ويكون عندي واحد العلاقه طيبه مع المتتبعين الاقدميين غيعطوني بعض المعلومات. وماشي عيب اني نبدا من ستاج الاخر، يعني مثلا نبدا من الفيديو الاخر ننتقد فيه. فهنايا هذا هو المنتقد الحقيقي، ماشي ضروري المنتقد اللي هو حقيقي والمنتقد اللي كيخدم على قناه والمنتقد اللي كيعطي الراي ديالو في اي موضوع مطروح في السوشيال ميديا، ماشي بالضروري انه يدخل يعني في الاول. هذا هو المنتقد، كل مره فيما كيلقى شي موضوع سواء موضوع كيخص الدوله، كيخص الغلاء، كيخص الوزاره، كيخص شي صانع محتوى، شي ممثل، يعني كيخص الرياضه، اي حاجه يعني، وعنده واحد القدره وعنده واحد اللباقه في الكلام وعنده واحد المعرفه وعنده واحد الثقافه، فعادي جدا كل موضوع ينزل عليه ويتكلم عليه. وهذا كنسميوه على قول الناس القدام اليوتيوب ديال الميريكان ما ديال بابا حتى شي حد. ولكن قبل ما نتكلموا على هذه القضيه هذه، تحياتي للقنوات اللي كتكلم على كلمه الحق، تحياتي للقنوات اللي كتشد في الموضوع. يعني انا نحتقر القنوات اللي دخلت واحد النهار في واحد الملف وكانت كتدافع عليه وكانت كتقول كلنا فلان وفلان مظلوم، وكانت كتدافع بواحد الشراسه شويه كيتبدل الراي، لان ديك الشراسه ما طلعتلاش المشاهده واضطرت ان تقلب، ماشي تنسحب تشوف موضوع اخر، لا قلبت ورجعت مع الطرف اللي كانت كتهاجمه. هذا اللي نحتقر انا هاد الناس. ولكن باش الشخص او المنتقد يقدر يتكلم على عده مواضيع او يعني يعمل واحد الالتحاق بالموضوع واخا يكون متاخر، بل بالعكس انا نعلي شابو الشخص اللي جا متاخر في الانتقاد ديال الملف هذا او اي ملف او موضوع متاخر، يعني جا متاخر او لا يعني في اخر المطاف وعرف ينتقد وكان عنده الانتقاد بناء وكان عنده انتقاد في المستوى، فهذا يرفع له القبعه ونحترموه لان عنده ما يقال وعنده واحد الذكاء اللي هو ذكاء قوي وعنده واحد اللباقه وعنده واحد الثقافه وفي نفس الوقت عنده انتقاد محترم وبناء، ما كيعاير ما كيسب، كيهضر في الموضوع اللي كيشوفه مطروح في السوشيال ميديا وكينتقد الفيديوهات او الامور اللي كتكون في الفيديوهات لا غير. ما كينوح، ما كيدوح، ما كيضرب في النساء، ما كيعمل قرن ومن قرن النساء، ما كيضرب في اعراض، ما كيسب، ما كيقذف، عنده واحد الهدف كيمشي ليلو نيشان وكيعمل الفيديو ديالو كيخرج باحترام، كابابل، انسان راقي، انسان واعي ومثقف. هذا كتنحني له الرؤوس وكترفع له القبعه. الكيت نهارو ما طال، والرجال اللي كيبقاو يسبوا في النساء ويا الفعله ويا التركه وكيدخلوا بين الانتقاد من بين المعيور، هذوك اللي ما كنحترموهمش واللي ما كنحتقروهم وما كنشوفهمش شي نظرة انك منتقد، رجل محترم، واحد الانسان عندك يعني واحد القدره ديال النظر في الموضوع، واحد الانسان عنده القدره ديال الصبر، واحد الانسان عنده قدره يعني كبيره في يعني في حل او لا كما كيقولوا في تحليل الامور. هذاك اللي نحنا يعني نحتقروه. ولكن قبل ما هادشي هذا غادي نقول تحياتي للقنوات القدماء والملتحقين بالقضيه ديال محمد وراضيه، مرحبا بكم. واللي باقي عاد خصو يدخل في هذه القضيه ديال محمد وراضيه كذلك نقول لكم مرحبا بكم، وقادر نتعاونوا معكم وقادر نعطيكم معلومات وقادر نعطيكم يعني لي ديتاي اللي نتوما ما كنتوش حاضرين عليها، يعني معلومات بمعنى ان احنا من القدماء اش وقع في الفيديوهات، اش كان كيقولوا في اللايفات، يعني
قادرين ان نساعدكم، مرحبا بكم والف مرحبا. اليوتيوب ما هو حتى شي حد، اليوتيوب ملك الجميع. تكون عندك غا مصداقيه، يكون عندك غا مبدا، يكون عندك رقي، يكون عندك ثقافه، يكون عندك اخلاق، يكون عندك انسانيه، ومرحبا والف مرحبا بالجميع. خوتي خواتاتي، قبل ما نتكلم في هذه القضيه ديال الملتحقين بالقضيه ديال محمد وراديه، غنحيي المتتبعين ديالي عبر العالم. تحياتي متتبعين خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن، تحياتي من الصحراء، من طنجة للقويرة والصحراء المغربية. الله الوطن الملك، عاش الملك ولا عاش من خانه. تحياتي المتتبعين الجزائريين، تحياتي اخواتنا التوانسة، تحياتنا لاخواتنا العرب اينما حلوا وارتحلوا، تحياتي البقيبقة تشميكي ما تضل القلب ديالنا معلقة ديال العسل الحرة، تحياتي اللآلئ والديامنت والجواهر، يعني الجميلة والجواهر النفيسة، تحياتي لكم لأنكم أنتم جواهر، وأنتم هما اللي كتوصلوا الصوت ديالنا ماشي حنايا، وأنتم هما اللي كتدافعوا وكتنصروا الحق ماشي حنايا، لأن إذا ما كنتوش أنتم ما غادي نكونوش حنايا. وبيكم ومعاكم صوتنا كيوصل، وبيكم معاكم يعني كيوصل الكلام ديالنا وكيدخل في الصميم. تحياتي لجميع أصحاب القنوات اللي ماشي غير اللي معانا، اللي معنا واللي كذلك ضدنا، اللي او لا الطرف الاخر، علاش او اي طرف، علاش؟ لان بقاو صامدين على القضيه ديالهم، ما تنزلوش عليها وما بدلوش الفيستا وما خانوش، بالعكس يعني بقاو صامدين في القضيه ديالهم وشابرين بالمبدا ديالهم. هادو انا اللي واخا كيكونوا من المعارضين ديالنا ولكن يحترمون، ان ما يمكنش محمد غيكون الناس كامله معاه، وما يمكنش القناه اخرى غيكون الناس كاملين معاها. اي حاجه دائما فيها المؤيدين والمعارضين، فيها المحبين والمنتقدين. خوتي خواتاتي، غنقول لكم هذه القضيه هذه ديال تحياتي لاصحاب القنوات كاملين اللي معنا، وكنت مرحبوا بالناس الملتحقين اللي جاوا يعني مؤخرين، وكذلك حتى اللي باقيين غادي يجيو، مرحبا بكم والف مرحبا. واذا كان فيدنا شي مساعده الابواب ديالنا مفتوحه، احنا ماشي طماعين، الارزاق بيد الله، الحوانس متصفه والارزاق مختلفه. يكون عندك مصداقيه، يكون عندك مبدا، تكون عندك انسانيه، يكون عندك الاحترام والرقي، تكون انسان ذكي، ومرحبا والف مرحبا. ما عندنا ما نعملوا بالعطايا، ما عندنا ما نعملوا بديك الرجال اللي كيعملوا قرنو من قنصه، لان نصحتي اذا خرجت المراه وعيرت وتثبت معاك، كتبقى المراه ربما تكون حامله، الهرمونات ديالها مخلطين عليها، ربما العاده الشهريه خلطت الامور عليها، ربما سن الياس خلط عليها الامور. ولكن كييت هادم اللي كيقولوا انهم محسوبين في صفوف الرجال، انهم كيعملوا قرن من قرن النساء، حتى هما الله يهديهم كيتخلطوا عليهم، حتى هما الهرمونات ديالهم كيتخلطوا عليهم. وهنا اقول لكم الاحسن ما تدخلوش السوق ديال النساء، خليهم مع بعضياتهم وكل واحد ينتقد، الله يسهل عليه باش ما تاخركم في ما يجي تسالى هذا الملف ديال محمد وراديه، تكونوا كاملين جاتكم العاده الشهريه وكاملين، ربما دخلوا في القضيه ديال الحمل وجبركم نتوما من الحوامل. فهنا كنقول لكم خليكم في الانتقاد ديالكم، كل واحد يفراني، كل واحد يتكلم نتكلم على الموضوع اللي كيلقى فيه راحته، الموضوع اللي كيطلع له المشاهده، كل واحد ومبادئ ديالو. وماشي عاد ماشي زعما شي حاجه صعيبه ان نختلفوا، فماشي عيب نختلفوا، عادي توحيد، كل واحد العقل ديالو، كل واحد الطريقه ديال وجهه النظر ديالو. ولكن اللي عيب هو انك تجي تقول لي لا خرج من اليوتيوب، لا تجي ما تدافعش على محمد وراديه، لا ما يدخلوش الناس اخرين يدافعوا على محمد وراديه. فاليوتيوب ديال الامريكان كما خلوها ماشي ديال بهت شي واحد، فاليوتيوب واحد المنصه من حق اي واحد يدخل. هذه المنصه اللي ما كطلب لا سن ولا اموال ولا شواهد ديال الدراسه ولا الديانه ولا حتى حاجه، اللي جا يفتح جيميل والله يسهل عليه. هذا هو كان اليوم الفكره ديالي. تحياتي لعادل الخباب، احسن منتقد، يعني واخا مسكين لقى الهجوم، ولكن انا كنحترمه وكنفتخر به كونه معانا في القضيه ديال محمد وراديه، لانه انسان محترم كيحترم المراه، ما كيعملش يد من يد النساء، ما كيسبش في النساء، ما كيضربش في الاعراض. يعني واحد الانسان كيدخل الفيديو كيشوف الفيديو من الاول من الاول للاخر، كيعطي الراي ديالو فيه باحترام، وكيكون عنده يعني امور يعني قانونيه، امور شرعيه كيتكلم فيها، داكشي اللي عرفه الله، وعلى قد الانسان المعرفه ديالو، وكيخرج بحالو بكل هدوء، ما كيتفرجش في الناس الناس يعني السلبيه، ما كتهموش يعني رد الناس السلبيه، كيخدم على قناته وكيخرج، لان حق من حقه، مادام عنده قناه فمن حقه انه يتكلم على اي موضوع. وكما كتشوفوا عادل الخباب فهو
كيتكلم دائما على بزاف ديال المواضيع وشبر بزاف ديال المواضيع لانه منتقد متمكن. تحياتي القنوات كذلك اللي معنا ما كنناقش منكم، تحياتي كاملين بكم اسم باسم بدون استثناء. كنتمنىكم دائما تبقوا على منهج واحد، تبقوا دائما تدافعوا على كلمه الحق، دائما يكون عندكم مبدا ثابت لا للضرب في الاراء طبيعه الحال لا للسب والقذف، ولكن عندكم حق الرد. خوتي اخواتي دمتم في رعايه الرحمن والى الملتقى.